عشان نقدر كمان يعني نتعلم من بعض ونحاول ناخذ افكار بعض وما نعرف مين يطبق قبل الثاني. قبل ما نخش في اي تفاصيل لرحلتنا احنا لليوم في ساعة شباب، حنشوف العناوين ونرجع لكم من جديد في ساعة شباب. في ساعة شباب اليوم مع اقتراب الشهر الفضيل جميع الأدعية والأذكار الآن في جوالك. جولة في حسابات المنشد ماهر الزين على السوشيال ميديا. هل الصوت وحده كفاية لتحقيق النجاح؟ برامج الهوى بين الموهبة والحظ. مترف المترف ولبيه يا فؤادي. هذه كانت عناويننا لي اليوم، وطبعا يعني احنا شفنا فين حنعدي وعلى كذا كم مرحله حنكون معاكم فيها باذن الله. وبما انه رمضان قرب على ابواب، الله يبلغنا رمضان الكريم باذن الله. نقول لكم كل عام وانتم بخير، ولا بد ان تطبيقنا اليوم شويه يكون له علاقه بشهر رمضان او حتى يكون ديني بشكل كبير، بحيث انه يساعدنا على اتمام عباداتنا بشكل عام. تطبيقنا اليوم اسمه تطبيق ذكرني، هو التطبيق الاسلامي الاشمل اللي بيحتوي على جميع الاذكار والأدعية الصوتية اللي وردت في كتاب حسن المسلم من المؤلف سعيد بن علي القحطاني، زي ما احنا عارفين كتاب حسن المسلم أيضا موجودة بالترتيب الصحيح والتسلسل الصحيح زي ما وردت عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. التطبيق بيدعم 13 لغة، وممكن أنك تحافظ على الأذكار بشكل يومي حتى إذا ما قدرت تقرأها. وبرضو الجديد بالذكر أذكار التطبيق مفصلة في أذكار الصباح والمساء والحياة الشخصية، وأيضا أذكار الصلاة وأذكار وأدعية السفر، والقائمة تستمر وما تنتهي، لأنه فيها الكثير والكثير من الأمور اللي راح نستفيد منها بإذن الله. حتى على فكرة مو في شهر رمضان، لكن دائما نحن نقول رمضان التغيير، نبدأ من رمضان، واللي بدأ من اللي حيبدأ من دحين جزاه الله خير، بالعكس يضمنها من جدول يومه بشكل عام. شاركونا في 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 هذا التطبيق، التطبيق ذكرني، وشوفونا يعني ايش اللي عجبكم فيه اكثر حاجه، وشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتظهر على الشاشه عشان نكون معكم اول باول. الان راح نروح على حسابات المشاهير وفي جوله السوشيال ميديا تحديدا مع نجم الفن لفن الاناشيد تحديدا اللي اضاء قلوب الكثير. خلينا نشوف سوا. جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. اليوم في السوشيال ميديا نأخذكم في جولة في حساب المنشد العالمي السويدي اللبناني الأصل ماهر زين. موهبته كانت مصدر إلهام للشباب، وأغانيه علامة مسجلة في قلوبهم. استطاع الوصول إلى العالمية في زمن قياسي. يتابع ماهر زين على الفيسبوك أكثر من 24 مليون متابع من مختلف دول العالم، وكانت آخر مشاركاته على الفيسبوك مقتطفات من فيديوهات وصور مشاركته الأخيرة في مهرجان موازين في المغرب. أما على تويتر فيتابع ماهر زين أكثر من مليون متابع، وعلى إنستغرام يتابعه قرابة 318,000 متابع. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 رمضان
رمضان ليتك دوما قريب. طبعا حقيقة نشكر ماهر الزين مو بس على فنه أيضا على شخصيته اللي معروف فيها الشخصية الجميلة والقريبة من الناس، ونشكره على فنه أيضا اللي بيقدمه دائما وأبدا في الأناشيد. حقيقة بنستمتع كل سنة، ممكن تكون أوقات موسمية وأوقات يعني تستمر مدى السنة هذه لنجاحها وقوتها. يعطي العافية ونوجه له تحية ماهر زين. حنكون معاكم إحنا بعد الفاصل حلقتنا اليوم، بس بقول لكم للسميع أكثر شيء اللي مخمخ اللي انطربوا أكثر شيء بعد الفاصل في ساعة شباب، خليكم معنا رجعين. في ساعة شباب بعد الفاصل، هل الصوت وحده كفاية لتحقيق النجاح؟